أنا اسمي ماريا بودوايا من الجزائر، عمري 27 سنة، متحصلة على شهادة ماستر 2 في اللغة الإنجليزية، أشتغل حالياً كابين كرو مانجر طيران خاص وسايتينج أم موتيفيشنال سبيكر. صراحة أنا جد جد مبسوطة بهذا التتويج، توجت كملكة جمال الجزائر، وإن شاء الله إن شاء الله أقدم كل اللي عليا لأشرف بلادي وأخليها تجربة رائعة إن شاء الله. أكيد هذا اللبس الجزائري من المنطقة اللي أنا أعيش فيها، وهران، اسمها البلوزة الوهرانية بالمنسوج، وهذا الحلي، حليها اسمهم المنافخ، وهذا اسمه كرفش بولحية، في مين يقول له الحبل. ذهب أصلا ولا؟ هو المفروض ذهب، نعم لازم ذهب ضروري، هذا لبس العروس، تلبسه العروس ما تلبسه العزباء، بس أنا كتعريف للثقافة حبيت ألبس هذا اللبس لأبين للناس كيف العروس عندنا في الجزائر تلبس، وكله لازم يكون ذهبي. العروس عندكم بيقدر يجيب الذهب يعني كل ده؟ ايه عروستنا عروساتنا غاليات، لازم الذهب للذهب. سبب رفضت عريس علشانه صراحة كتير أسباب. أغرب حاجة طريقة الأكل يوم الشوفة، طريقة الأكل تاعو كانت سوري الطريقه اللي كان ياكل فيها نوت لايك ما في اتيكيت. اكرم نفسي على الكفاح، على الصبر، على النجاح، اكرم نفسي على كثير اشياء لاني اعتبر نفسي بطلة نفسي صراحه. طيب ايه احلى حاجه فيك؟ طيبه قلبي. احلى حاجه فيا صراحه انا راضيه على نفسي، انسانه متصالحه مع نفسها، كل شيء فيا الحمد لله اشكر ربي صباحا ومساء عليه، وميزني بكثير اشياء عن باقي البنات، انا اشوف نفسي بهذه الطريقه الحمد لله. طيب لو هتغيري حاجه في نفسك سواء صفه او في الشكل هيكون ايه؟ التسرع والاندفاع. كشكل الحمد لله انا ممكن تعملي تجميله او اي حاجه؟ ابدا، انا راضيه على الشكل اللي عطاه لي ربي الحمد لله. هو الناس بيقولوا لي، كل الناس بيقولوا لي بيحبوا عيوني، فخلوني انا بعد احب عيوني، بس غير هيك انا احب كل شكلي ما شاء الله الحمد لله. هنرجع تاني للبس، ازاي ده بتبقي مرتاحه فيه ولا بيتلبس يعني العروسه بتلبسه بس يوم الفرح حفل الزفاف ولا بتلبسه امتى ولا يعني؟ اوكي، هذا تلبسه لانه عندنا في الجزائر يوم العرس بيكون في للعروس التصديره الجزائريه، واللي هي العروس مثل عارضه الازياء، كل مره تغير لبس، تدخل وتغير لبس وتعرضه امام المعازيم وتغير لبس، فهذا يكون من بين اللباس اللي تلبسه. لو في عريس مصر هنا تقدم لوحده جزائريه، بس احنا عندنا الذهب غالي قوي يعني فاهمه، فما معوش يجيب كل الذهب ده، المفروض ايه الموقف هناك يعني؟ لا احنا صح الجزائريات مهرنا غالي، ولكن احنا ما نتشرط على الاهم شيء انه يكون ولد حلال ويكون فحل ويكون راجل ويكون يعرف ربي ويخاف ربي في المراه، هذا اهم شيء عنا. الشيء المهم يعني مش انه يجيب لنا ذهب او اي شيء، اكيد نحب الذهب طبعا، ما راح نقول لا على الذهب. صراحه انا كان عندي مشكل مرض، كان عندي مرض وكان لازم اني اقص شعري، فالحمد لله الحين اوكي. بعد ما قصيتي كان شعورك ايه؟ ثقة، حسيت اني جميلة لاني بكل حالاتي جميلة الحمد لله. شكرا، شكرا جدا وبتمنى لك التوفيق. الله يسلمك حبيبتي، شكرا جزيلا.